estoy diciendo en eso. Yo no me salí en el rojo de screen. Me voy a querer dejar tan rápido que tomar rojo antes de sacar el bicho. دور تاع كورة ما تخليش عنده وقت انه باش يريكوردي ويستريمي يعملها من الكل مش بدمان هو الانسان عنده حياته هبط هبط ايه جيم بلاي بالرولية متاع جيم بلاي دي. اقعد قلو ما نقعدش ضيع زوز ضربني من تل ابيب ما عنديش انا ها هو واحد طايح لاني طايح بحذيك هاو هاو علي تحت وين هاو شو بخي مش تقول تقول هز من كرتابة يا معلم بس ورزين قبل اللي لعب ارسنال لسه خرج ديكس سلام يوه 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 ليه عم نجيب شقة دقيقة لبرا يا صاحبي في يا كيف يا خاطر رمضان يا منافق سلام كيف فهم شيء ريت لا شيء مش بقلق تاب 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 تاب
كم أسامي من الجماعة اللي جد ورقة فورزا الدور خط فورزا دريفتي ازيك مقمر بلاستو ولا امو بعد شوي جرافيك تبدل عادي انا أو على سارك على الشات قد ايه عمرك يا بيني عمري 27 سنه 26 سنه في نوفمبر عام 27 مازال احنا شهر 7 قديش مازال مازالوا 4 شهور 4 شهور 4 شهور نعمل 27 سنه ايام تجري سامع حسيت بيبي بس تعدي قد ايه كرتوشه صار قول له جي ديسكورد هو ديجا ديسكورد رول برني ما انا في الديسكورد مش قاعد اتكلم الميكرون تاعهم مسكر بيتو ما تكلمش برش انت تسكروا اللايف اسبوع اخر نسكروا بيني الوقت باش تعرس وقت يكتب ربي وقت انا نكون معناتها نحس روحي قد المسؤولية تاعك تشوف الوقت ما عنديش وقتي ضيق برشا منفرعش ياسر شوف انا كنا ستريم كيفاش اثنين قد ودنا قول له نحب نسمع صوتك والله يقول لي هو بينك وما يحبش ابو نخطفوك نعمة الله ايه تمام انت ايش بيش وفيدي تست انا بيسي ويلي ويلي تسمعوا يا ودي من تستيشن الناس يخدمني ما يخدمش انا راح يستريم ولكن اللي يتحرك يخدم الراحة عنده ثلاثة قنوات يلعب دور دور تاع كورة ما تخيلش عنده وقت انه باش يريكورد ويستريم يعملها من الفيلم مش بدمان هو الانسان عنده حياته بوت بوت ايه جيم بلاي بالرولية متاع جيم بلاي دي اقعد قال له ما نقعدش وقعد قال له ما نقعدش ايه ده اللي بمشي كده كان عارس نبطل اليوتيوب لا تخيلش مش عارش كنا نبطل ستريم لما نقعد اليوتيوب موجود قائم قديش داون داون في اليوتيوب انا مش داون انا مات صديقي وما عنديش حاجة في قاموس اسمها داون بالنسبة لي انا عندي موسيقي اعمل مع شركات اذا كانك عندك شركة بتاع اي حاجة حتى شركة صغيرة ولا كبيرة مش مشكلة عندك برودوي عندك اي موضوع نجمو نخدمو مع بعضنا لانه هذا من القنوات في جرتها برشا مشاكل
اخر نجم دومينا دي وي صاحبي من دومينا دي نجم متعايش عائلتك وعائلة ابوك وعائلة اخوك وعائلة دعمك وعائلة اللي جبت كان جيم واحدة تجي تجي مشكلة من الناس اللي بيفشلوك ويقولك لا تجي كيف يرجع تجي انا صاحبي تجي حرام 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 مش مشكلة عوض الله يا عوض الله يا عوض الله